تقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تلبس المرأة اللبس الأسود الشرعي في حالة إحرامها للحج بدل اللبس الأبيض، علما بأنها تلبس ذلك من بيتها؟ وهل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أو نساء الصحابة كن يلبسن اللبس الأبيض في حالة الإحرام؟ أرجو الإفادة. المرأة إذا أحرمت ليست كالرجل يلبس لباسا خاصا إزارا ورداء، بل المرأة تلبس ما شاءت من الثياب التي يباح لها لبسها قبل الإحرام، فتلبس الأسود والأحمر والأصفر والأخضر وما شاءت. أما الأبيض فلا أعلم أن المرأة مطلوب منها أن تحرم بأبيض، بل إن الأبيض في الحقيقة من التبرج بالزينة، فإن لباس الأبيض المرأة يكسوها جمالا ويوجب انطلاق النظر إليها، لذلك كونها تلبس اللباس الأسود مع العباءة أفضل لها وأكمل، ولها أن تلبس الجوارب شراب رجلين، أما القفازان شراب اليدين فإنه لا يجوز لها لبسها، وعليها أن تغطي وجهها إذا قرب الرجال منها لئلا ينكشف أمام الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، وفي هذا الحال تغطي وجهها ولا يضرها إذا مس بشرتها، خلافا لقول بعض العلماء الذين يقولون إنها تغطي وجهها بساتر لا يمس بشرتها، فإن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه، ولكنها لا تنتقل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المحرمة أن تنتقل. والحاصل أن لباس المرأة إذا أحرمت يكون السواد أو ما أشبهه مما يبعد النظر إليها. نعم.